وكلهم عينهم تتدب فيها رصاص والبجاحة عندهم تتوزن بالكيلو زي البطاطس. يا اختي انا سايبه كذا شغلانه عشان تفصلي الرجاله دي. عبيط، وبالطريقه دي عمرك ما هتلاقي شغل. خفي عشان تعرفي تعومي. يعني ايه؟ يعني في حدود، في حاجات الواحده ممكن تتسهل فيها وفي حاجات ستوب لغايه هنا وكفايه، ودي بقى شطاره البت الواعيه.